حول الموضوع عندما نعبر الأقمار الصناعيه من القاهره الاستاذ احمد بان الباحث والخبير في شؤون الجماعات المتحدده المتحدثه المتشدده سيد احمد مساء الخير اهلا بك معنا ما الذي يجعل الان الفلبين ارضيه خصبه لتنظيم داعش ماذا سيحاول داعش ان يفعل في الفلبين او على ماذا سيبني دعائمه من يدعمه في الفلبين يعني بداية تنظيم داعش بعد الهزائم المتواليه التي تعرض لها في سوريا والعراق وانحصار الرقعه التي كان يسيطر عليها فعليا والتي امنت له حضور مؤثر في المشهد السوري والعراقي ومع انهيار دولته المزعومه دوله الخلافه كان من المعروف ان التنظيم سيسعى لخلق نقاط ارتكاز جديده تتوفر فيها مجموعة من العوامل، أول هذه العوامل هي القدرة على تجنيد مزيد من العناصر اعتمادا على مظلومية معينة أو اعتمادا على فراغ أمني وسياسي أو صراع إثني وطائفي وهو ما يتوفر ربما بدرجة من الدرجات داخل الفلبين بالنظر إلى هذا التنوع. اضافه الى محاولات جبهه تحرير مورو في مندناو منذ عقود طويله الحصول على حكم ذاتي وتسرب بعض المجموعات منها واختيار مجال العنف وتحديدا مجموعه ابو سياف التي انشقت على سلامات هاشم ومجموعه تحرير مورو وحملت السلاح وربما استلهمت وسائل داعش. هناك تحالف ايضا بين مجموعات الجريمه المنظمه والمجموعات المحسوبه على داعش او التي بيعت داعش في العام 2014 تاثرا بالصعود الذي ابرزه او اظهره التنظيم في سوريا والعراق واستلهام الياته ووسائله في تصدير الرعب الى خصومه جزء من المساله ربما مرتبط باستخدام عصابات الجريمه المنظمه للصوره الذهنيه التي نجح داعش في تصديرها للاعلام الغربي واظهار هذه المجموعات مجموعات الجريمه تحديدا بمظهر العصابات الكبيره التي تنتمي لما يسمى بتنظيم داعش او دوله الخلافه وبالتالي تحقيق حاله من حالات الرعب لدى الخصوم لكن انا اتصور انه حتى الان لم يتخذ داعش قرارا بتحويل الفلبين الى قاعده او نقطه ارتكاز اساسيه لحركاته في الفتره القادمه ربما يتميز في هذا الخصوص المشهد الافغاني او افغانستان او تنظيم خراسان مقارنه بالفلبين وشهدنا ربما في الفتره الاخيره لاول مره تعاون بين طالبان و صحيح مجموعات خراسان المحسوبة علي داعش, داعش وبالتالي نعم. هذا يؤشر ربما الي ميزة نسبية اكبر لأفغانستان لا طيب. مقارنة بالفلبين طيب أستاذ أحمد لكن يعني من فشل في العراق من فشل في سوريا من فشل في المناطق التي اعتبرها عواصمه أو ما يسمى بعاصمة دولته دولة خلافته المزعومة يعني فشل في الحفاظ على ما احتله كيف يمكن أن يعلن لنفسه إمارة جديدة أو ما يسميها بإمارة جديدة كيف يمكن أن ينجح في منطقة أخرى بينما فشل في المناطق التي بدأ منها وأعلن دولته المزعومة منها ربما نجاح التنظيم في سوريا والعراق اعتمد على سرديات دينيه معينه ترتبط بمكان معين مثل دابق وغيرها من الاماكن التي تحتل في وعي المجموعات الجهاديه مكانه مميزه، تفتقر ربما الفلبين لهذا لهذه السرديه او هذا الباعث او الالهام، وبالتالي لا اتصور ان تحظى دعايه التنظيم بالحشد لاماره في هذا المكان بترحيب كبير من مجموعات الجهاديين بين قوسين حول العالم لذلك لن تفلح فكره التعبئه في هذا الخصوص اتصور ان التنظيم يحاول ان يموه على حركه عناصره بالحديث عن اماره في هذا المكان لكن ما يبدو لي وللمراقبين انه نعم. يركز بالاساس على نقل عناصره الى مكان اخر وهو افغانستان تحديدا لكي تكون القاعده البديله اما عن فرص نجاح خلافه او اماره في غيرها من الاماكن وقد فشل داخل سوريا والعراق فهي فكره شبه مستحيله التنظيم يراهن بالاساس على ما يسميه في ادبياته بشوكة النكاية والإنهاك وهو السيطرة المكانية في مكان والانطلاق منها إلى أماكن أخرى ونقل المعركة إلى أكثر ساحة متسعة ربما هو يتوسل ببعض الأماكن الاستراتيجية بهذا التحالف بين عصابات الجريمة ومجموعات محسوبة عليه أو بايعته في الفلبين أيضا ربما التنوع الإثني والمذهبي والصراعات طيب الطائفية أستاذ أحمد ربما أخيرة تكون إذا كنت مادة تعبئة إضافية لكن في كل الأحوال أنا لا أتوقع نعم انتهى الوقت للأسف ربما نتحدث في هذه النقاط الأخرى في حلقات أخرى وفي استضافات أخرى نكسبك معنا فيها أستاذ أحمد نشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا أحمد بان الباحث والخبير في الجماعات المتشددة كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك